بكتابات السيد الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين نجد ترسيخ مفهوم الفصل بين اليهود والحركة الصهيونية. اليهودية دين، الصهيونية فكر استعماري عنصري. فكما أن هناك اليهودي العراقي واليهودي اليمني والسوري بل واليهودي الفلسطيني، هناك اليهودي الفرنسي والألماني والمجري، وهناك الصهيونية. في حديثه عن الحركة الصهيونية وبروزها بيّن الكاتب أنها ظهرت في وقت سابق لظهور الاشتراكية العلمية وثبات قواعدها على الأرض بأكثر من 60 عاما. فالفكرة الصهيونية تبنتها الدول الاستعمارية التوسعية واللاسامية في وقت واحد لأهداف توسعية واستعمارية للمنطقة وللتخلص من المشكلة اليهودية في تلك الدول. كانت الحركة الصهيونية هنا هي الأداة الرئيسية لإقناع الولايات المتحدة، لإقناع الرئيس وودرو ويلسون لكي يدخل إلى جانب الحلفاء في الحرب، إن لم يكن بشكل مباشر فمن خلال الثقل السياسي والاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تعيش حتى تلك اللحظة مرحلة معروفة باسم مرحلة العزلة ولا تتدخل في شؤون العالم. والأداة الرئيسية كانت للحركة الصهيونية هي أحد أبرز القضاء اللي كان يعني من زعماء الحركة الصهيونية واسمه لويس برانديز، وكان مقرب جدا من الرئيس وودرو ويلسون. ونجحت محاولات البريطانيين بعد زيارة لوي جورج إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي انتهت بالنسبة له بتصريح قال فيه: أنا لم أشعر أني صهيوني مثل ما أشعر اليوم أنني صهيوني، لأنه لاحظ إلى أي مدى قادة الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية استطاعوا أن يقنعوا وودرو ويلسون بالدخول إلى جانب الحلفاء في الحرب. أورد رئيس دولة فلسطين دكتور محمود عباس المواقف المختلفة للدول الكبرى من المسألة اليهودية والحركة الصهيونية. فرنسا: نابليون تحدث عام 1799 عن مشروع إقامة دولة يهودية في فلسطين. بريطانيا: اللورد شافتسيري دعا إلى إقامة حاجز بين الجزء العربي من إفريقيا والجزء الأسيوي من خلال إقامة دولة تقع تحت الحماية البريطانية. الولايات المتحدة بدأ اهتمامها من خلال عملها وإيمانها بفكرة ونبوءة بعث إسرائيل. الأمريكيون كان لهم دور بارز في إصدار بريطانيا وعد بلفور، حيث كان هذا الوعد نتيجة جهود وخلاصة نقاشات واسعة دارت ما بين كل من بلفور نفسه والرئيس الأمريكي آنذاك ويلسون. الحركة الصهيونية لا زالت تعتبر أن مشروعها لم ينتهي. من المؤشرات مثلا على ذلك هو قانون القومية الذي سنته إسرائيل قبل فترة وجيزة، وسكوت العالم عن هذا القانون بالذات في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا، علما بأن هذا القانون يتحدث بصراحة عن إسرائيل باعتبارها دولة اليهود وليس فقط دولة يهودية. هذا عصارة الفكر الصهيوني الذي قدمه ثيودور هيرتسل في كتابه دولة اليهود، والذي أعتقد أن الكتب التي تفضلت بذكرها تتناوله بالتفصيل. الإمبراطورية الألمانية: هيرتسل أرسل مذكرة لإمبراطور ألمانيا ويليام جيليوم الثاني مشيرا إلى فوائد ستعود على ألمانيا إذا ما دعمت الهجرة اليهودية إلى فلسطين. أهم هذه الفوائد أن الحركة الصهيونية ستعمل على تخفيف خطر الاشتراكية من خلال تقليل أعداد اليهود في أوروبا بسبب قوة اليهود وقتها في دعم الأحزاب الثورية والاشتراكية. الموقف الألماني كان لصالح الحركة الصهيونية حتى نهاية العهد النازي الهتلري، بحيث عقد اتفاق ما بين ألمانيا والحركة الصهيونية على تهجير اليهود إلى فلسطين، مستعملة أي ألمانيا النازية كل الوسائل التي بدأت بالترغيب وانتهت بالترهيب. الحركة الصهيونية صمتت على المجازر ضد اليهود لتحقيق مصالحها.
قصة إنه الضغط اللي كان يمارس ضدهم من قبل القيصرية بحد ذاته لم يكن هو الشيء الوحيد اللي في الشخصية اليهودية في تلك الفترة اللي كان عازل لها عن إنها تميز حالها عن الآخرين، بل مستوى القمع اللي كان حاصل هذا جزء منه، مستوى الإهانة اللي كان حاصل، مستوى التقليص أو الحط من قدر اليهود كديانة عند المسيحيين على مدار سنوات طويلة جدا كان عامل عكسي بأنه يفكروا باتجاهين مختلفات جدا كانوا في تلك الفترة بارزات، ومن ثم أصبحوا في الإطار الاشتراكي يتنازعوا بعضهم البعض اللي هو ما بين الاندماج وما بين الانفصال. روسيا القيصرية كانت معادية لليهود وقد ارتكبت المذابح ضدهم ما بين عامي 1881 و1882. كانت مصلحة هرتزل في التواصل والاتفاق مع النظام القيصري لرغبته في الاستفادة من ممارسات النظام ضد اليهود، بالإضافة إلى الاستفادة من القوة البشرية لليهود في روسيا والتي كانت تقدر ب5 ملايين نسمة، أي نصف اليهود في العالم في ذلك الوقت. هذه القوة البشرية التي ستكون نواة لتأسيس دولة يهودية بمخزون بشري كبير. استغرب لينين في كتاباته من دعوة الرجعية في أوروبا بشكل عام وروسيا على وجه الخصوص إلى التعامل مع اليهود باستمرار فرض العزلة عليهم وإبعادهم عن مجتمعاتهم وإحاطتهم بأسوار الجيتو. في حديثه عن الحل الأمثل للمسألة اليهودية يعتبر لينين أن خلاص اليهود يتمثل في ذوبانهم في جمهرة السكان، أي ذوبانهم في المجتمعات التي يعيشون فيها، واعتبر أنه على الجميع مساندة كل من يساهم في وضع حد للخصوصية اليهودية. ثورة أكتوبر التي نجحت في الإطاحة بالنظام القيصري رحبت باليهود ورفعت عنهم كل القيود التي كانت مفروضة عليهم وعلى كل مواطني روسيا على أساس الدين والمعتقد والقومية. شكلت البروليتاريا اليهودية حزبا سياسيا مستقلا حمل اسم البوند عن طريق صدور نشرة بوسلينا إزفستيا، والتي مثلت انسحاب الطبقة العاملة اليهودية من اتحاد الاشتراكيين الديمقراطيين الروس. تكتل العمال اليهود في إطار هذا الحزب كانوا موجودين مسبقا، وسياقات تكتلهم ارتبطت في المذابح اللي صارت في 1881 في روسيا واتهامهم بقتل القيصر ومن ثم هجرتهم لأوروبا الشرقية. الرئيس محمود عباس في كتابه الحركة الصهيونية في أدبيات لينين يوضح أن حزب البوند تشكل في البداية من مجموعة من المثقفين الاشتراكيين اليهود ومن عناصر شبه بروليتارية من أوساط حرفية، وظهر داخل البوند اتجاهان اختلفا تجاه المسألة اليهودية. الاتجاه الأول اعتبر أن الوجود المستقل للحركة العمالية اليهودية إنما يمثل مرحلة انتقالية للاندماج والمساهمة في الثقافة والبروليتاريا الروسية. أما الاتجاه الثاني فقد رفض وبشدة فكرة الاندماج، واعتبر أن حزب البوند يجب أن يشكل جزءا من المجموعة القومية اليهودية في روسيا. يرى الرئيس أبو مازن أن حزب البوند فشل في استقطاب جميع اليهود، حيث رفضت غالبية البروليتاريا أفكاره واتجهت نحو دعم حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي الروسي. وعلى الرغم من ذلك استمر البوند في نفس الطريق الانفصالي الذي تبناه، ففي المؤتمر السادس الذي عقد في زيورخ عام 1905 طالب الحزب وبشكل واضح بالاستقلال الذاتي القومي لليهود القاطنين فوق الأراضي الروسية. اعتبر لينين أن تشكل حزب البوند كحزب سياسي مستقل تطبيق عملي لنظرة سخيفة لليهود نحو المسألة القومية. لينين
رأى أن على البند الانصهار الكامل مع الليبروليتاريا في روسيا بهدف تحقيق الأهداف المشتركة. ولكن لماذا هذا الموقف المعادي من قبل لينين لما طرحه حزب البند اليهودي؟ لخص سيد الرئيس في كتابه الحركة الصهيونية في أدبيات لينين، لخص الأسباب التي استند عليها لينين في مقاومته لشعار الاستقلال الثقافي القومي الذاتي بالقول: إن لينين اعتبر رفع شعار الاستقلال الذاتي أمر لا يهدف إلا لتقسيم الأمم وإضعاف الليبروليتاريا، وبالتالي سيادة البرجوازية، وصفا الداعين إلى الاستقلال الذاتي من اليهود بالرجعيين والتافهين وضيقي الأفق. فيما يتعلق بموقف لينين، كان موقف لينين واضحا من الحركة الصهيونية منذ سنة 1901، عندما تضمن عدد من جريدة الإسكرا التي أصدرها لينين مقالا ينتقد فيه الحركة الصهيونية ويعتبرها جزءا من المشروع الاستعماري في الشرق. لكن الكتابات لينين حول الحركة الصهيونية كانت في الأساس خلال سجالاته مع حزب البوند أو الاتحاد العمالي لليهود، للعمال اليهود في ليتوانيا وبولونيا وروسيا. هذا الحزب تأسس في سنة 1897، أي تقريبا في السنة نفسها التي ولدت فيها الحركة الصهيونية في مؤتمر بال بسويسرا في آب 1897. هذا الحزب ادعى تمثيله للعمال اليهود باعتبارهم جزءا من قومية يهودية تناضل من أجل الاستقلال الثقافي الذاتي لليهود داخل الإمبراطورية الروسية. في حديث الرئيس الدكتور أبو مازن عن الحركة الصهيونية وأسباب ظهورها، عرض العديد من الأمثلة التي تفند الدعاية الإمبريالية والصهيونية التي سعت إلى تصوير الحركة الصهيونية على أساس أنها تفاعل عارم بين جماهير اليهود. كتاب رئيس دولة فلسطين حول تناول لينين للمسألة اليهودية تأريخ لحقائق لا بد من تأريخها. يرصد الرئيس أبو مازن في كتابه مواقف روسيا البلشفية المناقضة لمواقف روسيا القيصرية من الحركة الصهيونية. فعلى سبيل المثال، لعب المؤتمر الثاني للأممية الشرعية الذي عقد عام 1920 لعب دورا كبيرا في فضح دسائس الصهاينة في فلسطين، حيث بين أن الحركة الصهيونية ما هي إلا الجوهر الاستعماري الاستغلالي الحديث، وأنها أسست فقط لإنشاء دولة صهيونية في قلب العالم العربي على أساس استغلال الشعب العربي واضطهاده. كما يشير الرئيس أبو مازن إلى موقف جوزيف ستالين الذي لخص بشكل واضح الموقف الماركسي من مقولة أو عبارة القومية اليهودية أو الحركة الصهيونية. اعتبر ستالين أن اليهود لا يمكن أن يشكلوا أمة مستقلة. الأساس في الكتاب والذي نلمسه اليوم أن المشروع الصهيوني بالأساس هو مشروع استعماري عنصري. هل فقد هذا المشروع هذه الصفة، هذا الجوهر؟ بالعكس، كل يوم تتعزز هذه الفكرة وتتعزز أخيرا بقانون القومية الذي صادق عليه الكنيست، وأيضا بتبني
الرأسمالية والإمبريالية العالمية وتشبثها بهذا المشروع. لماذا؟ لأنه بالأساس الفكرة لم تتغير والغرض من المشروع الصهيوني لم يتبدل. الغرض كان بالأساس هو زرع كيان إمبريالي صهيوني مرتبط ارتباطا كاملا بالاستعمار العالمي في قلب الأمة العربية. هذه المنطقة الاستراتيجية. نحن تخلينا كثيرا في أدبياتنا عن أهمية المنطقة، المنطقة العربية التي هي من المحيط إلى الخليج، الواقع الجيوسياسي، الثروات، باعتبارها أمة قادرة على النهوض ووضع نفسها في تنافس حقيقي مع العالم الغربي. كتاب الحركة الصهيونية في أدبيات لينين للرئيس الدكتور محمود عباس يحدد المشكلة اليهودية بالتمثل أو العزلة، ويتناول وبشكل تفصيلي ومعمق موقف لينين من القضايا المختلفة التي تخص الحركة الصهيونية منذ بداية إنشائها والتجاذبات التي مرت بها وصولا إلى وعد بلفور وبداية تبلور الفكرة الصهيونية في إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين على أرض الواقع. الكتاب من وجهة نظري، وإن كان بيعالج أو يحلل تلك العلاقة بين أو نظرة الشيوعية ونظرة لينين بالتحديد وفيما بعد الحركة الشيوعية برمتها من الصهيونية باعتبارها حركة استعمارية رجعية، وهذا هذا هذا الموقف أنا بعتقد هذا التحليل، وإن كان قد جرى في السبعينات، ولا ننسى أنه السبعينيات كانت ذروة النهوض الوطني الفلسطيني، وليس فقط ذروة النهوض، ذروة الفكر الوطني الفلسطيني. ولا ننسى أن هذا الشعب الذي يواجه مباشرة المشروع الصهيوني حاول باستمرار عبر باحثي ومفكري وسياسيي فهم المشروع الصهيوني، كان هذا هو الأساس. كما لخص الكتاب أهم المراحل التي مرت بها الصهيونية وعلاقتها بالبروليتاريا اليهودية سواء في أوروبا أو في روسيا القيصرية وروسيا بعد الثورة البلشفية بزعامة لينين. شكل موقف لينين من كل هذه الإرهاصات التي رافقت بروز الحركة الصهيونية إلى ظهور حزب البوند اليهودي القومي في روسيا وعلاقته بالبروليتاريا اليهودية وعلاقة الصهيونية بها أيضا، شكلت مرتكزات أساسية أبرزها الكتاب بأسلوب جميل بعيد عن التعقيد. شكل الكتاب نموذجا جميلا في سرد المسألة اليهودية وصولا إلى مصطلح اللاسامية وما رافقه من أسباب ظهوره وانتشاره في الأوساط المختلفة والذي استندت عليه الحركة الصهيونية في دعم الدعاية المساندة لأفكارها وتوجهاتها. أسئلة الطفل الفلسطيني العائد إلى فلسطين حول من هؤلاء المدججين بالسلاح على حدود فلسطين كان جوابها واحدا، ليسوا أمة يهودية، هم حركة صهيونية. إجابة بقلم الرئيس.